بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نلعب طلب احد الاخوه اللي يحب على التسطيره. التسطيره هي متكونه من فلفل وطماطم وثوم وعظم وحوارات والكل، لكن الطريقه اللي استعملوا فيها الزيت اللي نقلوا فيه الفلفل هو اللي نطيبوا فيه الطماطم. انا اليوم باش نعمل بالعكس، باش نقلي الفلفل في زيت القلي على روحه، باش نعمل الصوص في زيت اخر على روحه، معناه ما نكثروش نفس الزيت يعني نعملوا فيه الاكله نتاعنا. اول حاجه احنا الفلفل نتاعنا كما شفتوه ناخذوا على كعبتين فلفل كعبه طماطم، يعني باش تجينا معتدله، كعبتين فلفل كعبه طماطم، والعظام ديما من حاره فما فوق. هذه الفلفل نتاعنا، وهذه الحوارات كما تعرفوا عنا فلفل اكحل، كركم، ملح، وتبلو كرويه ولا راس حانوت، وشويه زيت زيتونه، وثوم معناها راسين ثوم عملت، الطماطم كل قرنين فلفل عليه كعبه طماطم، وخمسه كعبات عظم او بيض. انا تو الفلفل هذي باش نقليه في الزيت على روحه، وباش نعمل الصوص نتاعي اللي هي بالطماطم والثوم والواحد. باش نحضر الطماطم نتاعي، هذه الطماطم معناها باش نقصها على اثنين هكا، نقصها على اربعه. انا باش نقصها بالطريقه هذه ونحطها في القلاية اللي باش نطيب فيها، يعني على خاطر كل شيء باش يترحام بعد ما نقلقوش رواحنا. باش هذه الطماطم نتاعنا كيما خدينا كيما قلت لكم على كل قرنين فلفل باش ناخذوا كعبة طماطم. سهله وسريعه يعني ماهيش ما تاخذش برشا وقت، يعني المهم نقلو الفلفل. انا ما نحبش زيت الفلفل نطيب فيه، هو في العاده الزيت اللي يقليو فيه الفلفل يطيبوا فيه الطماطم. انا ما نحبذهاش الطريقه خاطر يبدا زيت محروق وكل شيء. هذه الثوم نتاعنا معناها كيما نحب نشقه شويه ولا نحطه صحيح كيما نحبوا احنا. المهم احنا باش نلحوها بعد ما تطيب مش توا. هادو مكعبات صغار نجم نحطوهم كيما هما، فماش حتى اشكال. هذا الثوم تاعنا، وهذم اللفاحات معناها يعني شوية راس حانوت وملح وكركم وفلفل اكحل، كلها نحطوه مع بعضه. هذو ما شفتوهم المكونات الكل، نصبو المطري في زيت زيتونه. انا في عضلي باش نعمل زيت حليان خاطر الناس تعملها برشا زيت تجي مزيته برشا. نصب الطريف يعني فنجان زيت زيتونه. شفتوهم المكونات هذوما الكل، تو باش نحطوهم على نار هاديه لين تذبل الطماطم والثوم وكل شيء وتدخل مزيج يولي داخل في بعضه الكل. نحطوهم على نار هاديه معناها نغطوهم ونحطوهم على نار هاديه، وكي يطيبوا هما بالكدا نحسوهم طابوا ولوا صوص عاقده نحطوا العظم. توا نحطوا الصوص نتاعنا على النار ونقليوا الفلفل. هذه باش نحطوها على النار على نار هاديه، والفلفل نتاعنا باش نقليوه. هذا الصوص الطماطم والثوم وفوحناهم بالزيت والفحات، نحطهم يطيبوا على نار هاديه كما قلت لكم، تو من بعد يبداو يطيبوا بشوي نغطوهم ونخلوهم، وفي الاثناء هذه تطيب انا باش نقلي فلفل على روحي. هذه الصوص نتاعنا كما شفتوها الطماطم شفتوها ذبالت، شفتوها كلها ذبالت، حطيناها كما هي ما حركناهاش، نقصنا عليها النار وحطيناها معناها كلها ذبالت، خرجت الماء نتاعها. شفتوها الطماطم كلها مشات راح. تو باش نحطو العظم، العظم كسرناهم خمسة كعبات عظم، باش نحطوهم منقووش النار كيف كيف، نخلوهم هكاكا. خلوهم لين يطيب العظم، خلوها على نار هادية
كما شفتوا توا احنا هذا الفلفل نتاعنا كليناه، معناها يعني هقليناه بالطريقه هذه مقلي، ونقشروه نحو القشره هذه نتاعو بعد بعد ما نقلوه نحو القشره نتاعو ونحضروه باش نخل باش نرحوه مع الصوص اللي عملناها بالطماطم والعظم. معناها هذا الفلفل نتاعنا بعد ما نقشروه، والزريعة كل واحد كما يحب، يحب ينحيها يحب يخليها. هذه أكلة ثرية الناس تستعملها في الصيف خاطر يكثر الفلفل والطماطم، واسمها تسطيرة، معناها ما نعرفش تسميش أماكن أخرى. شفتوا هذا الفلفل نتاعنا كل قليناه وقشرناه وحضرناه، ورحا كما تحبوا ترحوا بالرحايا اليدوية ولا بالرومو كما تحبوا. هذه صوص الطماطم نتاعنا اللي بالثوم، حطينا طماطم وثوم ذابت بكلها، تحطنا عليها العظم. توا باش نبداو فرحيين، معناها احنا عنا الفلفل، معناها ناخدو نرحوه في الرحا هذه نتاع اليدوية. كما نحبوا معناها نجمو نكملوا الفلفل، نكملوا الفلفل ومن بعد نحطوا الصوص، ولا نحطوا معاه الصوص من الاول، يعني مره شويه صوص مره شويه فلفل. كما نجمو نحطوا شويه صوص من هنا، نضيفوا الفلفل نتاعنا، نضيفوا شويه صوص وعظم، يعني حتى العظم نرحوه معاه الكل. هذه التسطيره نتاعنا جاهزه، شفتوها لونها كيفاش جا، معناها رحيناها الكل دخلناها في بعضها وبنينا برشا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوا بشفاء، اللي هي ما فيها حتى شيء، طماطم وفلفل وثوم وكعبات عظم، العظم حسب الرغبه. العظم كي ترحاها مع بعض تولي فيها لون خاص وتولي مزينه. وانا الناس تعملها الزيت اللي تقلي فيه الفلفل الطيب فيه الطماطم والثوم، انا خيرت اني نقلي فلفل وحده والزيت اللي نحط فيه الصوص وحده باش ما تجيش قويه بالزيت القليل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم تاكلوا بالشفاء.